عمرو اديب ازاي اساسا ساب ملحمه عظيمه زي ملحمه انتخابات مجلس الشعب وراح جاب رمضان صبحي. والله حاجات كتيره اول واحد ما فاهمها بتحصل في العالم اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. مبدئيا انا اخوك اسلام حنفي، قناه اسمها بتاع تكتيك، بس بصراحه لا رمضان صبحي عصبني جدا، لان بامانه اكتر حاجه بكرهها في حياتي الانسان اللي عايز ياخد كل حاجه، ده الشخص اللي عايز ياخد كل حاجه، عايز ياخد الماده وعايز ياخد حب الجماهير، وكمان يا جماعه مش انا الغلطان، ده النادي الاهلي كمان هو الغلطان. يا سلام يا راجل، ولا الاهلي ما كانش متمسك بيك، اهلي ايه ما كانش متمسك بيك يا حبيبي؟ ده الاهلي راح جايبك من المدافع هناك في انجلترا، انت كنت بتلعب اساسا ولا كنت بتشمها في انجلترا؟ سنتين يا راجل ما بتلعبش خالص، لا فايدر شفيل تاون اللي كان بيهبط خالص، ما كنتش عارف انك تثبت نفسك للمدرب، وكمان ستوك سيتي ما كنتش عارف تثبت نفسك للمدرب، والاهلي راح جابك من كل ده وجه لمعك وخلاك كابتن منتخب اولمبي، وحط معاك كاميرا خاصه في وقت النهائي بتسجل لك كل كلمه انت بتقولها، وبعد كده كان قاعد يفوض هاردس فيلد تاون، وكان عايز يوصل لاي رقم بس المهم يحتفظ بيك، وفي الاخر طلع يقول لي ما كانوش متمسكين بيا وفي حاجات تاني زعلتني. ايه يا عم ما تبطلوا محن بقى، ما تتحمل قرارك انت مش عملت فيها ان انت لعيب احترافي وانا باخد القرار اللي وراه مصلحتي، تمام حقك ومبروك ليك التعاقد مع بيراميدز، بس خلاص اللي انت تاخد فيه مصلحتك ده اكيد في ناس هتكرهك، لا انا عايز اخد مصلحتي وعايز الجمهور ما يكرهنيش عشان انا مظلوم. وبعدين ايه سيد عبد الحميد خصم منك سنتين وخصم من اللعيبه 10% بتاعتهم، ايه يعني دي؟ جت ازاي دي يا عم رمضان؟ يقول لك كلمت كابتن حمود الخطيب عشان اقول له انا ماشي، يا كذاب يا كذاب، في لعيب يكلم رئيس النادي يقول له انا ماشي، يا تبطل كذب يلا، يا تبطل كذب يلا، انا عارف ان في ناس هتصدقك وفي ناس هتقول لك الواد اتظلم. انا عندي مشاكل مع مجلس اداره النادي الاهلي، بس مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انا اشوف ان واحد الاضواء بدات تروح من عليه والبريق بتاعه بدا يروح وعايز يرجعه باي طريقه مهما كان هيلوش في اي حد. حتى لو كان كلامك كله امبارح مع عمرو اديب صح، مش وقته، الناس مش هتصدقك خلاص. بعد توقيعك لبيراميدز 90% من مصداقيتك مع الناس راحت. ما بتقعدش تقول ان هم انا بحب النادي وبتمنى الاهلي يكسب دوري ابطال افريقيا وانا صعب ان انا العب في نادي الزمالك، صعب ليه؟ هيكون عرض المادي مش اكتر من عرض بيراميدز، تمام. انا قلت لك والله انا ما بحبش اتكلم في التصريحات بتاع اللعيبه، بس انا بصراحه استفزني الكلام بتاعه لان هو كلام مستفز. كلام بتاع واحد بيقول ان انا يا جماعه والله ما كنتش فاهم الدنيا تبقى بالنسبه لي عامله كده، كنت هطلع صيت معاهم في الكونفدراليه، الفرقه اتظلمت في الكونفدراليه وقال الفرقه صعبت على الناس كلها، بس لما حد يطلع ان هو مش وقتك ومش اوانك ومحدش طلب منك تعاطف مع الاهلي ومحدش طلب منك ان انت تقعد تبرر لكل حاجه انت عملتها، انت خلاص خدت قرار طلعت قده خير وبركه، ما طلعتش قده خير وبركه. وانا عارف ان نيمار لحد دلوقتي بقاله سنتين بيضرب نفسه 100 جسمه ان هو قرر ان هو يروح باريس، بس مع ذلك هل هو رجع برشلونه؟ عادي، هو القرار بتاخده مره واحده بس، بتروح تمضي الامضه بتلبس بسببها وهتندم على فكره طالما انت بديتها من دلوقتي ان انت بتتكلم كتير وبدات من دلوقتي تحاول تثبت للناس ان انت ما كنتش غلطان، ده معناه ان انت بدات تلوش ومعناه ان انت حسيت ان خلاص الناس اللي كانت بتتابعني على انستا بعمل ايه وبنيل ايه خلاص بداوا يكرهوني وبداوا يشوفوا ان انا واحد بتاع مصلحتي واحد بتاع اموال. المشكله كلها في مصر هنا ان احنا بندعي المثاليه شويه، بجد والله بندعي المثاليه، يعني معروف ان لعيب الكوره بيلعب عشان خاطر الاموال، ما بيلعبش عشان خاطر سلام يا صاحبي سلام يا زميلي، احنا بنلعب عشان خاطر فلوس، ما فيش فلوس هيروح نادي تاني. انما المشكله كلها لما تقعد تلعب على الحبلين، حبل العاطفه بتاع الجمهور وحبل ان انا مش لعيب بلعب عشان خاطر الفلوس. انت تلعب عشان خاطر الفلوس، ما عندكش شخصيه تقول ان انت مش لعيب احترافي، ما تقولش ان انت مش لعيب محترف، ما تقولش ان انا زعلت وانا بمشي من النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه ومع ذلك ما كانش عندك اي مانع انك تعمل الجمهور كده. اصل الناس ما بتنساش، الناس ما بتنساش، مش انت نفس اللعيب اللي كنت بتعمل لنا كده؟ ازاي امبارح هتقعد تبرر ساعه ونص في الاختيار اللي انت اخترته لبيراميدز؟ ما تقول ان انت بتلوش، او قول ان انت طالع في توقيت بتداري على الفشل اللي فيه موسم بيراميدز، قول الكلام ده، الناس هتحترمك وقتها. طالع مع اعلامي ملوش علاقه بعالم كره القدم، وبصراحه ملوش علاقه باي حاجه تانيه غير الطبله، بس مش دي المشكله خالص، المشكله كلها
ان انت طلعت قلت كلام ملوش اي داعي، وان انت طلعت تقول كلام فعلا ما يستاهلش غير ان امير توفيق يرد عليه ويضحك. وبعدين ايه امير توفيق دي شافني في الجيم وسلم عليا بطريقه غريبه يا اسطى؟ ده انت كارف ليهم كلهم يعني. نفضت الامير ونفضت سيد حفيظ وكابتن محمود الخطيب شطفته، وقعدت تقول لها انا ما بيردش عليا. بيردش عليك ايه يا حبيبي؟ يا حبيبي حبيبي مش كده بابا، هو بس سيبونا في حالنا، احنا فينا اللي مكفيين، بنتفرج على نسخه دوري تعبانه قلنا ما عندناش مانع، انما لعيبه بوشين وقاعده تشتغلنا مش كده والله. انا عارف والله ان الموضوع زاد عن حد، وعارف ان احنا تعبنا ما بنتفرج على الناس دي في الدوري المصري، وكمان احنا بنتفرج عليهم بره الملعب، بس هنعمل ايه؟ هذا هو قدرنا لاننا موجودين في هذا العالم. مش تخسر اي حاجه وانت موجود معانا في العالم ده، تعمل لايك او تعمل سبسكرايب. يلا كله بيلوش يا جت عليا.